أربع انتصارات وتعادل وحيد، ودي كورة عميقة لكن تغطية حلوة من محمد حمدي. إيجولا يا ولد، عدى وفات وتسديدة جامدة، ترتد مرة تانية للقندوسي، يقدر جول 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 جول، عملها الجزائري وسجل أول الأهداف من أول المحاولات علشان أحمد القندوسي يفتتح التسجيل. أصدقائي، مش قلت لحضراتكم لقاءات الفريقين دايما بتشهد اهداف فؤاد القندوسي وجمال القندوسي اللاعب المعار، لكن بص شوف الحكايه، تسديده من نار ترتد للقندوسي، واحده والتانيه على شمال الشناوي. قلت لحضراتكم الكلين شيت مش مضمون في مثل هذه اللقاءات، تسديده قويه والوحده تماما تخبط في احمد سامي وتغير اتجاهها، تسديده القندوسي علشان القندوسي يفتتح التسجيل ويتقدم أصدقائي لسيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدف مقابل لا شيء.